أركان الصلاة 14. دمونز أركان سورلس دي. الأول القيام، لابد أن يقوم في الفريضة. أولا ركن أغا قيامة ودري دل دي لازم يخبر ذا شف فرس كبا قيام كي، إلا إذا كان عاجز عن القيام، مريض. مگر یو حالت کی جاگا قیام ناعاجزی و دردین شی بیماری. اما النافل یصح ان یصلی جالسا لیکن یاخذ نصف اجر القائم. مگر نفل منظر چکم دی اگے کی صحیح کی پناست معنی منز مگر دو ولاد نیم اجر و تحصیلی. الثانی تکبیرۃ الاحرام قول الله اکبر. دویم تکبیرۃ احرام دے چاگا الله اکبر ویلی. الثالث قراءة الفاتحة. دریم دے فاتحی ویلی. لابد ان يقرأ الفاتحة كاملة. لازم يخبرها سورة الفاتحة مكملة أول في كل ركعة في هر ركعتك في السرية وفي الجهرية فبط منزونه وخكارة منزونك ولا تسقط الفاتحة أبدا اتكلهم فاتحة كم لنا ساقتك إلا إذا أدرك الإمام راكعا يكبر تكبيرة الحرام الله أكبر وتسقط عنه الفاتحة بقول النبي صلى الله عليه وسلم تحسب له هذه الركعة مگر په یو حالت کې چې کله راشي او امام رکوع ته کته شي تکبیر وکي په دغه حالت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول مطابق فاتحة ساقط كي الرابع الركوع سلورم ركن ركودة والرفع من الركوع در ركونة وشتي دلدي السجود على الأعضاء السبعة فوو أندامونو ما نسجدك أول الرفع من السجود در سجدونة وشتي دل الجلسة بين السجدتين در دو سجدو منسكي كي نستل الترتيب بين الأركان در أركان ومنسكي ترتيب الطمأنينة لابد أن يطمئن لا ينقر الصلاة نقرا بسرعة الله أكبر الله أكبر الصلاة باطلة اطمئنان او سكون سره منزك والنداش زرزر منزو كي زرزر منز دا باطل دا. يعني يسجد يقول سبحان ربي الاعلى ثم بعد هذا يرفع اقل شيء نعم يعني سجدوكي اقل شيء يوزل سبحان ربي الاعلى اوي او بيا وجد شيء نعم ثم التشهد الاخير يعني قراءه التشهد الاخير دينا رستو بيا التشهد الاخير دي غيك غويل دي والجلوس له او غيتك انا استلدي والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام الصلاه الابراهيميه اللهم صل على محمد عليه الصلاه والسلام ام دغرنگ درود ابراهيمي ويل رسول الله صلى الله عليه وسلم باندي والتسليمتان ام دغرنگ دو سلامونه گرزول والله اعلم والله اعلم